نبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة وأولى أخبارنا. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح وفد من شركة إيني الإيطالية للبترول برئاسة كلاودي ديسكالسي الرئيس التنفيذي للشركة. وخلال هذا اللقاء ثمن سيادة الرئيس الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية والأنشطة اللي تنفذها الشركة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية. وجه سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من شركة إيني الإيطالية للبترول برئاسة السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ثمن خلال اللقاء الشراكة القائمة مع شركة إيني الإيطالية وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية، معرباً سيادته عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وموجهاً سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها. من جانبه أعرب رئيس شركة إيني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكداً على ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، لاسيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي. وقد استعرض السيد ديسكالزي تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، وذلك بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر وكذا تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حالياً، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط، وذلك في إطار رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة. كما تم أيضاً عرض إسهامات شركة إيني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أوراق اعتماد 18 سفير جدد، وأكد سيادة الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دول هؤلاء السفراء في كل المجالات واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. سلام سلام. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً أوراق اعتماد 18 سفيراً جديداً. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً سيادته حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. حرس الشرق سلام الجمهورية الفرنسية. سلام سلام. حرس الشرق كفان. سلام. سعادة سفير الجمهورية الفرنسية. سعادة سفير جمهورية أرمينيا. سعادة سفير الجمهورية الإيطالية. سعادة سفيرة الاتحاد السويسري. سعادة سفير جمهورية أوزبكستان. سعادة سفير اليابان. سعادة سفير منغوليا. سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سعادة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة. سعادة سفير جمهورية مالطا.
سعادة سفيرة جمهورية النيجر، سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، سعادة سفير جمهورية صربيا، سعادة سفير جمهورية مالي، سعادة سفير جمهورية سيراليون، سعادة سفيرة الجمهورية السلوفاكية، سعادة سفير جمهورية السنغال، سعادة سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأعرب السيد الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه التونسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنيا لتونس وشعبها كل التقدم والاستقرار والازدهار. طيب، امبارح الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة نشرت فيديو، الفيديو ده كان عن لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لقاءه مع عدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، والذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك للتواصل مع أبنائها لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، كما هنأهم بقرب حلول شهر رمضان المعظم، مشيدا بتفانيهم في أدائهم مهامهم على أكمل وجه، فضلا عن دورهم البطولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار. واستعرض القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة، كما أدار حوارا مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، ناقش خلاله تطورات الأوضاع على الساحات المحلية والإقليمية والدولية وكيفية التعامل معها على الوجه الأمثل بما يسهم في تحقيق الاستقرار واستمرار عملية التنمية التي تشهدها مصر بكافة المجالات، وأعرب عن سعادته بما لمسه من حالة الوعي والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة، فضلا عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال القوات المسلحة، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلون في كافة الميادين من أجل رفعتها وتقدمها، وأن رجال القوات المسلحة هم جزء من شعب أصيل يعملون على قلب رجل واحد ويضحون بالغالي والنفيس للدفاع عن أمن مصر واستقرارها. وكمان الكلية الفنية العسكرية نظمت المؤتمر العلمي الدولي 11 خلال الفترة من 29 ولحد امبارح 31 مارس عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وده كان في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمي ومواكبة التطور في العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة. وخلال المؤتمر تم عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مختلف المجالات والتخصصات الهندسية. لسه مستمرين في رصد ومتابعة أخبار قواتنا المسلحة، لأن امبارح الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري أيضا نشرت على الفيسبوك فيديو، الفيديو ده كان تهنئة من القوات المسلحة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم.